ان احنا عندنا في بورسعيد في ميدان المنشيه ما زال الاعتصام قائم بالتوازي مع ميدان التحرير، وبيستمد شرعيتنا من ميدان التحرير، ونفس مطالب بورسعيد هي مطالب ميدان التحرير. وشكرا يا جماعه. احنا بالنسبه ان احنا كمؤيدين للحركه بتاعت شباب بورسعيد، حركه مجتمع مصر بتأيد الاعتصام في بورسعيد. عادي سماحه اتصل بيا برضه. شكرا ليكم جدا. Thank you.